السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا حل مشكلة لعبة بيس 2013، واللي هي بيقول لك ان دي 3DX 1930 مفقود من الكمبيوتر بتاعك، missing from your computer. النهاردة نعرف ازاي ننزله ونشغل لعبة بيس، ويلا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يلا بينا نبدأ في حل مشكلة لعبة بيس 2013، واللي هي دي 3DX 1930، واللي يقولك ان هي مفقودة من الكمبيوتر بتاعك. اول حاجة نخش على موقع دي ال ال فايلز، ونكتب في البحث بتاع الموقع دي 3DX 1930 اسم الملف اللي ناقص. يلا بينا نشوف ازاي نخش على الموقع. اول حاجة نخش على جوجل، وهتلاقي تلاقي موقع جدا زي كده زي ما هو في الوصف. نكتب اسم الملف اللي هو دوت، او ننسخه عادي ونعمل لصق فيها هنا. وبعدين هنلاقي الصفحة دي ظهرت لنا حشد الاعلان ده من على جنب، وندوس عليها. وبعد كده ننزل تحت تاني ونحشد الاعلان، علامة الاكس الصغيرة دي اللي فوق. وبعد كده هنلاقي نظام ويندوز 64 32. لو انت 64 اختار اللي فوق نظام ويندوز بتاعك، لو انت 32 اختار اللي تحت. بعد كده دوس، ادي بينزل، ادي هو نزل عندنا احنا، وبس هو خفيف خالص. و هو عشان لقي عندنا في الداونلود. بعد كده نلاقي ملف موضوع نعمل اكستراكتير. بعد كده هنلاقي الملف ده طلع لفوق، نعمل كوبي او كت براحتك. وبعد كده ناخده ونودي السي، بعد كده نودي الويندوز، وبعدين نودي سيستم 32 باست كونتينيو. بعد كده دي رندر لو انت 32 بت كده خلصت. لو 64 دونجل في الملفين دول، ده سيستم 32 وسيستم 64 باست تاني. لو معرفش تعمل ده كله، روح على ملف اللعبة وبن فايل لوكيشن، كليك يمين وبن فايل لوكيشن، ونعمل باست. وكده المشكلة اتحلت معانا 100 100. تعال نجرب اللعبة كده. وهذه اللعبة شغالة معانا فل الفل. وبعد كده اللعبة فتحت معانا وجودة عالية وكل حاجة كويسة. بعد كده انا بيقول لك شوية بيانات كده تملاها، او حاجة يقول لك اختار مستوى الصعوبة، صعب سهل متوسط اي حاجة. تنسى التالي ده اسمك عادي خلي زي ما هو التالي تاني. بعد كده ندوس التالي، ندوس التالي لغاية تظهر أمامنا اللعبة التالي كده هنا كده. خلاص اللعبة فتحت معانا، وانا بقولك على طريقة تمرين تحسين الأداء. قول لي ايوه لا عادي براحتك خالص. بس وادي اللعبة شغالة معانا، كمان عندنا كده خلاص خلصنا تشغيل اللعبة. كمان عندنا ماتشات لبيس 2013، يعني تحويل بيس 2013 لبيس 2021، وتحويل بيس 2013 لبيس 2024. وعندنا محاكيات مثل محاكي الدولفين، تشغيل الألعاب لعبة بتركب فرسان عليها، وكذا لعبة تاني. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. سلام.